بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط السادس للخيل العربية لاصل إنتاج محلي تكافؤ لمسافة 2000 متر في هذا الشوط. نتابع وإياكم اندفاع قوية لكل الجياد، وتمر الآن من المقصورة الرئيسية في المركز الأول والصدارة خور العديد، بينما محاولة قوي من رقم 5 و2 من الجهة الخارجية، رقم 7 من وسط الجياد إنه مع الخيال جيمي كوين، إذا و2 في الصدارة والمركز الأول، بينما أيضا محاولة رقم 4 خور العديد سلالة عامر مدرب أحمد قبيسي ملك الدكتور أحمد محمد الصليطي والخيار رايموندو إلى المركز الأول في ثاني المراكز و2 من الجهة الخارجية مع المدرب جاسم الغزالي والمتابعة من الخيار صالح سالم المري. المركز الثالث هنا متابعة لإنه والخيار جيمي كوين المدرب إبراهيم المالكي ملك السيد علي محمد راشد المعاضيد. في رابع المراكز علوان رقم 1 سلالة أسرع من البرق المدرب جاسم الغزالي ملك السادة مربط زاخر والخيال هاري بنتلي، بينما أيضا إزعاج في المركز الخامس مع الخيال تيوب باشلو المدرب جوليان سمارت ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني. الجياد الآن تتوجه نحو المنعطف قبل الأخير في هذا الشوط، ولا زلنا نتابع الصدارة مع رقم 4 من خلال خور العديد المدرب أحمد قبيسي والخيال رايموندو والمالك الدكتور أحمد محمد الصليطي. الجياد هنا والتوجه نحو الانعطاف قبل الأخير في آخر 700 متر. نتابع حتى الآن خور العديد في الصدارة و2 من الجهة الخارجية محاولة قوية، والآن تقدم وإزعاج محاولة قوية من خلال تيو باشلو علوان إلى المركز الثالث، تغيير في المراكز ما بين المركز الثاني والرابع، هنا إزعاج من الجهة الخارجية علوان في المركز الثالث، خور العديد يتراجع هنا ومحاولة قوية من البقية الباقية، إذا إزعاج ومصدر إزعاج حتى الآن في هذا الشوط عند الخط المستقيم مع إزعاج آخر 300 متر. نتابع إزعاج ومحاولة قوية بالشعار الأزرق والنجوم البيضاء، ولكن هنا تقدم مرة ثانية لخور العديد عدوان من الجهة الخارجية وهاري بنتلي ومحاولة قوية مستميتة، إزعاج من وسط الجهات، إزعاج ومحاولة قوية مرة أخرى عدوان يظهر في الصورة، إزعاج إلى المركز الأول والصدارة عدوان ومحاولة قوية، ولكن إزعاج إلى المركز الأول والصدارة.